مساء الخير استاذ احمد، اهلا بحضرتك وكل سنه وحضرتك طيب وكل الشعب المصري طيب بمناسبه ثوره 30 يونيو. يمكن احنا النهارده موجودين في محافظه الشرقيه عشان نشوف اعمال مبادره حياه كريمه اللي تم اطلاقها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحنا حاليا متواجدين تحديدا في قريه السماكين غرب التابعه لمركز الحسينيه. يمكن محافظ الشرقيه الدكتور محافظ الشرقيه وجه بانه تكون اعمال البناء والإنشاء والتطوير على قدم وساق وليل نهار. احنا يمكن شايفين دلوقتي يمكن الساعة تخطت الساعة 9 لسه في أعمال إنشاء ولسه في ناس بتنزل طوب وأحجار عشان أعمال البناء. هيكون معانا المهندس سامي معجل رئيس مركز الحسينية عشان يكلمنا عن تفاصيل أكتر عن هذه المبادرة. أهلا بيك مهندس. أهلا في حضرتك يا فندم، وكل سنة حضرتك طيبين بمناسبة ثورة 30 يونيو. باشمهندس، يمكن احنا يعني شايف التليفون حضرتك ما خلصش من اول اليوم من الصبح لحد دلوقتي، بنتكلم عن تبطين ترع، بنتكلم عن انشاء مباني حكوميه جديده لخدمه المواطنين. يا ريت تكلمنا عن تفاصيل اكتر عن هذه المبادره، وخصوصا ان احنا موجودين امام مبنى خدمه المواطنين الحكومي في قريه السماكين غرب. بالفعل يا فندم، مركز الحسينيه من المراكز الكبيره في محافظه الشرقيه، بيمثل 31% من المحافظه. مركز الحسينيه بيضم 41 قريه و740 تابع. بفضل الله وتوجيهات فخامه رئيس الجمهوريه بيتم العمل في مبادره حياه كريمه في ال 41 قريه وال740 تابع في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب واقامه مجمعات خدمات حكوميه ومجمعات خدمات زراعيه ووحدات صحية ومراكز شباب. يمكن مركز الحسينية مركز ضخم جدا، هو 33% من مساحة محافظة الشرقية. الأعمال دي إزاي بتقوم بتنسيقها وإزاي بتتابعها أول بأول، وسير العمل بيتم إزاي؟ هل فعلا في ورديات صباحية ومسائية ولا بيتم إيه الموضوع ده؟ بالفعل يا فندم، في إحنا مشكلين فريق في رئاسة المركز وبيتابعنا معالي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لحظة بلحظة، وزي ما أنت شايف حضرتك إحنا دلوقتي خشينا على الساعة 10 وعندنا ناس بتنزل طوب علشان نكمل مجمع الخدمات الحكومي في قريه سماكين الغرب. انا عندي 9 مجمعات زي مجمع الحكومي لسماكين الغرب في 9 وحدات محليه اللي هي في القريه الام، بالاضافه ل كان انا عندي في ال 41 قريه 3 قرى فقط المخدومين بالصرف الصحي، عندي 38 قريه حاليا بيتم فيهم اعمال الصرف الصحي بالتوازي، شغل بالنهار وشغل بالليل علشان نوفي الوعد لفخامه رئيس الجمهوريه ان احنا ان شاء الله جميع اعمال مبادره حياة كريمة في مركز الحسينية تتم في الجدول التنفيذي المطلوب إن شاء الله. إن شاء الله. في ال 41 قرية في كم مواطن هيتم خدمتهم من خلال مبادرة حياة كريمة، و ايه هو نوع الخدمات اللي هيتم تقديمها ليهم ان شاء الله؟ المركز الحسينية بيسكنوا 700 مواطن هيستفادوا من مبادرة حياة كريمة، 700 ألف مواطن. ومركز الحسينية كان من المراكز اللي البنية الأساسية فيها كانت ضعيفة، يعني أنا بقول لحضرتك ب 41 قرية كان 3 قرى فقط اللي فيهم صرف صحي، 38 قرية ما كانش فيهم صرف صحي، عندي حوالي 40% من تعداد سكان مركز الحسينية بيعاني من نقص مياه الشرب، عندي بعض القرى برضو فيها نقص في المدارس، عندي 36 مدرسة داخله في مبادره حياه كريمه، عندي 26 وحده صحيه، 36 مركز شباب، عندنا في مجمعات زراعيه ان شاء الله مزمع انشائها. احنا حاليا بيننا وتنسيق بين المركز الحسينيه والقوات المسلحه بنسلمهم اراضي لاقامه مجمعات زراعيه، مجمع الزراعي هيبقى عباره عن وحده بيطريه وجمعيه زراعيه ومكتب ارشاد زراعي ومكتب لتجميع الالبان. باشمهندس سامي، يمكن وحضرتك رئيس لمركز الحسينيه ومدينه الحسينيه، ازاي رصدت اراء المواطنين ورد فعلهم لما بيشوفوا الانشاءات اللي من النوع دوت قدام عينيهم بتتبني يوم عن يوم وبتكبر؟ فعلا كان في بدايه المبادره كان في تخوف من الناس ان ما يكونش المبادره بالخطى السريعه ديت وبالانجاز اللي احنا فيه والحجم الاعمال دي، كان في بدايه المبادره كان في تخوف من الناس. بعد ما اعلن فخامه رئيس الجمهوريه الناس تفاعلت معانا تفاعل كبير، بدليل ان انا عندي ما عنديش دلوقتي مشاكل اراضي تبرعات من بعض المواطنين لاقامه بعض المصالح الحكوميه زي مجمعات الخدمات او المجمعات الزراعيه او مراكز الشباب او محطات
محطات الصرف الصحي اللي كانت التحدي الكبير عندنا، ان انا طبعا محطه معالجه بتحتاج مني 5 افدنه ومحطات الصغيره بتحتاج 625 متر، فلجينا تفاعل كبير من المواطنين معانا في مبادره حياه كريمه. شكرا جدا باشمهندس سامي. شكرا لحضرتك يا فندم. استاذ احمد، يمكن هو ده دي تفاصيل مبادره حياه كريمه في محافظه الشرقيه ومركز الحسينيه، وعوده لحضرتك مره اخرى في الاستوديو. بشكرك. موسى ابن سوهاج الغالي على قلبنا، واحنا متابعين برنامجه كويس على مسؤولياتي. احنا بنبدا النهارده في حياه كريمه في مجمع عرابه ابو الدهب، مجمع من ضمن 30 مجمع على مستوى المحافظه. فاللي انتم شايفينه ده من مدارس ومن وحده صحيه ومن مكتب بريد ومن وحده بيطريه ومن محطه رفع للمياه ومن الوحده المحليه القرويه ومن مركز شباب ومن اسعاف. ده مجمع كامل الخدمات، المواطن يخش المجمع ياخد خدماته من نفس المجمع بالكامل. فده مجمع من ضمن 30 مجمع هتطوروا. صرف على المجمع ده اكتر من 35 مليون جنيه، ومدرسه تحت الانشاء انتوا صورتوها شفتينها اهي. برضو عندنا محطه